يا رورو وحشتيني. ازي حضرتك يا سانتا انسان؟ عامله ايه؟ يا زهره. اهلا اهلا. كل سنه وانت طيبه يا رورو. وانت طيبه يا حبيبتي. شكرا. ازيك يا حضرتك؟ عامل ايه؟ نوره. ازي حضرتك؟ تعالي يا لميس سلمي. ازيك يا طنط؟ اهلا. كل سنه وحضرتك طيبه. وانتي طيبه يا حبيبتي. الو ازيك؟ اخبارك ايه؟ هاتي عنك. اقعدي جنب حماتك يا لميس. هاتي يا طنط، هاتي. اتفضلي يا حبيبتي. ثانك يو. اهلا اهلا يا طنط انصاف. ازي حضرتك؟ نورتينا. تسلمي لي. ميرسي. ازيك يا لميسي حبيبتي؟ ازيك؟ عامله ايه؟ كويسه الحمد لله. امال فين نور؟ صحيح انا مش شايفاه. اه الحقيقه نور ما قدرش ياخد اجازه الاسبوع ده، وبكلمه وتصوري تليفونه على طول مقفول، بس بعت لي مسج وقال لي كل سنه وانتي طيبه. اخص عليه، ده عمره ما فوت لك عيد ميلاد. ايه كل الحاجات الحلوه دي؟ دي على فكره مريهان جابت حاجات حلوه كتير قوي. مريهان؟ مريهان. اللميس بنتي بقى كانت عايزه تجيب حاجات اكتر واكتر، بس انا قلت لها كفايه كده يا لميس. طيب تحبي تشربي ايه بقى يا طنط انصاف؟ حبيبتي والله انا حاسه ان ضغطي ارتفع شويه، فممكن شويه شاي اخضر كده ينزلوا لي الضغط. انا يا حاضر. خليكي انت يا مريهان. برضو مريهان. تعالي يا حبيبتي. نعم يا طنط. اعملي شاي اخضر لطنطك انصاف. ده بتعملي ازاي يا طنط؟ غور على المطبخ. كل سنه وانت طيبه يا زوز. وانتوا طيبين. انستونا. كملتي 25؟ يو. أنا وافقت أجي المكان اللي أنت اخترته عشان تتأكد إن إحنا متمسكين بيك يا دكتور. شوف يا أبو البراء، أنا ما بدخلش نفسي في خناقات أي حد مع أي حد. يعني خناقاتكم مع الجيش، مع الحكومة، مع البلد، أنا مش صالح بيها خالص. ربنا يوفقكم طبعاً. ربنا يوفقهم يا رب. بس انا ما بدخلش نفسي في الخناقه دي. واضح ان كمال ما قالكش كل حاجه. لا قال لي. بس انا ما بتهددش يا ابو البراء. احنا ما بنهددش يا دكتور. احنا بننفذ على طول. بس خليني اكلمك بالعقل. موضوع الافارقه اللي فشل وتاجير الانفاق وشراء البيوت مش هيعمل لك الفلوس اللي نفسك فيها، لكن شغلك معانا هيعمل لك الفلوس اللي بتحلم بيها. الأهم بقى إن إحنا عارفين إن ضياء اللي كان بيشتغل معاك اتقتل. الله يرحمه، الله يرحمه. الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله. ولحد ما تلاقي حد غيره، حد يكون من رجالته تثق فيه ويشتغل معاك، هتاخد وقت. وخصوصًا إن رجالته عايزين يعرفوا مين اللي عمل كده. أنا مش فاهم يا أخي. هما ليه مستغربين انه اتقتل؟ لا، وكمان عايزين يعرفوا مين اللي عمل كده. ولا الضالين. آمين. أنا باخد 50% مقدم و50% بعد التسليم. وإحنا جاهزين. الشحنة الأولى خلال أيام. هرتب كل حاجة وأقول لك. يبقى اتفقنا. اتفقنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بقول لك يا دكتور، هم عارفين فعلا ان احنا اللي قتلنا ضياء ولا بيخمنوا؟ لا عارفين. عارف ليه؟ ليه؟ عشان احنا في حد من رجالتنا خاين. عشان في واحد من رجالتنا شغل معاهم.